خوتي خواتاتي، ها واحد، السلام عليكم. كيف نتوما؟ مزيانين؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الشركه العقاريه افيتو طونجي جابت لكم دار مستقله بثمن شقه، دار مستقله اللي فيها 100 متر في السفلي و100 متر في الاطاج الاولاني اللي مبنيه فيه غير نص سكنه. السفلي ديالنا ها هي فاتيكات ديطاي لكم اون جينيرال، كيف ما كتشوفوا كامل مفتوح على بعضياته وفيه ثلاثه تقريبا او اربعه ديال الصالونات. فين جات هاد الدار المستقله؟ هاد الدار المستقله راه جات في الطلعه ديال جراري قريب الجامع الاربعين، قريب لكم روم بوان دار تونسي، قريب لكم سينما طريق، قريب لكم ابني مكاده دريسيه، قريب لكم هذا الشيء كامل. الدار المستقله اللي فيها 100 متر في السفلي 100 متر في الايطاج الاولاني، تقدروا حتى تزيدوا. دابا غادي نوريكم الفصاله ديال هذا الدار كيفما شفتوا مع الدخله، دخلنا نيشان تجينا للصالون الطرفاني. الصالون الطرفاني هو هذا، بالنسبه للناس اللي غيسقسيونا واش الدار كتباع بالفراش او لا خاويه، الدار كتباع خاويه وبالحق راه غادي يبقاو فيها جوج الكادوات. الكادو الاولاني هو هاد الصالون هذا، هاد التفريشه هادي راه غادي تبقى هنايا بالطلامط ديالها بالميسيتات بالمخايد كلشي ديالها، يعني التفريشه غادي تبقى لكم هنايا. المساحه ديال الصالون كيف ما شفتوا مساحه معتبره كبيره غزاله، وجات من الطرف حتى الطرف دايره تستعذر. ملي كتخرجوا من الصالون كتلقاو هاد السيجو هذا اللي فيه هاد النوعيه هادي ديال الكنابي بالطبيله ديالو، يعني كنابي موديرن. هذا راه ما غيبقاش، مي هانتوما كتاخذوا افكار شنو غادي يقدر يجيكم وسط الدار، كيفاش غادي تقدروا تفرشوها، كيفاش تقدروا تقسموها، تقدروا تعملوا ليز هنايا عاود صالامونجي. هنا يختاروا انهم يعملوا واحد صالامونجي بالكنابي، تقدروا نتوما تعملوا صالامونجي بالكريسات. من بعد ما شفنا الصالون غندخلوا نشوفوا الشومغ الاولى اللي عندنا هنايا، اللي المساحه ديالها حتى هي كافيه للاستغلال، المساحه اللي كبيره مخلي فاتي تدخل. يعني هنايا اختاروا انهم يعملوا تما كنت تقدروا تعملوا ماريو، هما عاملين غير الباكاج ديالهم مغطيناه، عاملين كاما ديال جوج الناس وكوكيتات ديالها، وفي الاتجاه الاخر عاد عاملين ماريو، يعني البيت جا طويل تبارك الله. تقدروا مثلا تستغلوه كبيت نعاس في الاتجاه مع الماريو من لهيه، وفي هذا الاتجاه تعملوا شي كنابي مع جوج ديال الكريسات. من بعد ما شفنا البيت نعاس الاولاني، دابا غادي نمشيو باقي لنا الكوزينه وباقي لنا الصالون الثاني وبعد باقي لنا بيت نعاس اخر. دابا غادي ندخلوا الكوزينه ديالنا اللي المساحه ديالها اللي غادي توريها لكم فاتي. الكوزينه اللي كيف ما اذا خرجتوا من الكوزينه راه غادي تخرجوا ديريكتومون في هذا الصالون هذا. والكوزينه المساحه ديالها هي هذه، مساحه كبيره كافيه للاستغلال تبارك الله. كيف ما كتشوفوا كاين فران، البوطه ديال الطياب، وعاد كاينه اللورنيه اللي من الطرف حتى للطرف اللي تقدروا مثلا تحطوا فيها نتوما الفران ثاني وتحطوا فيها الماتيريال ديال الكوزينه، وعنده الطاقه اللي كتظلل على برا. هنايا الكوزينه حتى هي عندها الضوايا اللي كتخرج للسطح، يعني واخا كطيبوا هنايا ما غاديش تبقى لكم الريحه ديال الطياب في الدار. وهذا الدار المستقله بزاف الناس اللي كانوا كيطلبونا على الدار المستقله في مكاده جيراري، كانوا كيطلبونا الدار المستقله في هاد الاحياء هادو بحكم انهم قرابين للسونتر فيل من جهه، وثاني حاجه حتى اذا بغيتو تعملوهم الكرا راه كيتكراو دغيا. يعني اذا كنتو غادي تكريو هاد السفلي وتكريو جوج بيوت النعاس اللي كاينين في الايطاج الاولاني راه دغيا يتكراو لكم. والصومه ديال الكراي هنايا كتكون مرتفعه شويه بحكم انها قريبه من مكاده، قريبه سينما طريق الدريسيه، يعني قريبه بزاف للسونتر فيل. يعني اللي خدا هاد الدار المستقله اذا كنتي في الخارج وبغيتي تجي انت هنا وليداتك تسكن في هاد المنطقه راه ما تحتاجش فيها الطوموبيل نهائيا، يعني كتبقى سينما طريق حداك، بني مكاده حداك، الدريسيه حداك، وعاد كاينين الطواكسيه اللي كيديو للمدينه والمبروك وكيديو للسونتر فيل. من بعد ما شفنا الصالون بيت نعاس الكوزينه هو هذا وسط الدار، هنايا عندنا هذا الصالون نقولوا الثالث. هذا الصالون هذا راه حتى هو كيبقى كادو مع الدار، يعني ما غاديش يمشي الصالون الاحمر وما غاديش يمشي هذا الصالون هذا الخضر. كيف ما كتشوفوا داير من الطرف حتى للطرف، عنده سدادر بكتار ديالو، عنده جوج ديال ثلاثه ديال الطبلات ديال الميسيتات، يعني المساحه ديالو معتبره. الدار المستقله فيها سفلي وايطاج الاولاني، والثمن ديالها جد جد معتبر، هانتوما غادي تكتشفوه معنا في الاخر الفيديو. كيف ما لاحظتوا 100 متر واختاروا انهم يفرقوها كامله، يعني صالونات وسط الدار كان بامكانهم انهم يخرجوا ثلاثه او اربعه البيوت، اختاروا ان هذاك الصالون يخليوه صالون وهنا يعاود يخليوها صالون، وما اختاروش انهم يعملوه بيوت. بالحق نتوما تقدروا تعملوهم غير بيبان ودغيا يرجعوا بيوت النعاس.
هاد الاتجاه هذا كيف ما كتشوفوا كاين بيت نعاس الثاني، بالنسبه لي صور لكم بيت نعاس اللبناني، هذا بيت نعاس الثاني، بيت نعاس اللي المساحه ديالو معتبره. هنايا كاين كاما ديال جوج الناس بكوكيده ديالها، وعاد في الاتجاه الاخر راه باقا المساحه فتقدر تعملوا شي بيرو، وعاد كاين المساحه اللي فيها الماريو ديال بيت نعاس، يعني البيت راه جا طويل وتقدروا تستغلوه كيف ما بغيتوا. وصراحه الله هاد الدار هذه صالحه للسكن الدائم، صالحه للكرا، يعني تكريوها بحكم ان السوم الكرائي هنايا مرتفعه، تقدروا تكريوها للطلبه، تكريوها الناس اللي خدامين في المدينه، يعني عندها الناس اللي كيطلبوا المواقع بحال هكا. الدار فيها 100 متر في كل اطاج، يعني 100 متر في السفلي اللي فيه كيف ما قلنا نحسب لكم جوج البيوت ديال النعاس، جوج ديال الصالونيس، وعاد كاين هذا وسط الدار هذا اللي هو كتعتبر صالون، وعاد الكوزينه، وباقي الحمام برا. نمشيو فاتي نشوفوا الحمام اللي كاين برا ديال الدار مع الدخله ديال الدار، اللي نشوفوا المساحه ديالو حتى هو كيفاش عامله. كتبقى هذا خاص هنايا عندكم خاص، وباقي عندكم حمام اخر في الايطاج الاولاني، كاين حمام ودوشه، وكاين حتى جوج بيوت النعاس مع السطح اللي كامل داير باب الجرده، يعني واحد السطح اللي غزال فوقي، وكاين جوج ديال بيوت النعاس. تقدروا تعملوا بيت ديال الخزيان، تقدروا تعملوا بيت ديال دباغه، البيت ديال التصميم، على حسب كل واحد وشنو غادي يبغي يستغل دوك جوج بيوت النعاس اللي كاينين الفوقي. الدار مستقله تبارك الله، راه مبهجه، قريب لكم كل شيء، يعني علاش ليكم تمشيو سينما طارق، علاش ليكم تهبطوا للرومبوان دار التونسي، تمشيو للدريسيه، تمشيو لبني مكاده، تمشيو لهاد الاحياء هادو كاملين كيبقاو دايرين هنايا. وهاد الدار هادي راه جات قريبه الجامع الاربعين الجراري، فيها 100 متر. خلي فاتي يضرب لكم دوره في الدار اللي كيف ما قلت لكم كيبقى في هاد الدار جوج ديال الكادوات، كاين هاد الصالون هذا الاولاني حتى هو راه كيبقى كادو مع الدار، هاد التفريشه ديالو بكلشي ديالو. وعاد كاين هنايا في وسط الدار كاين صالامونجي، كاين الفوتوي موطاد الفوتوي، يعني نتوما اذا بغيتو تزيدو تخليو الفوتوي او تخليو صالامونجي يكفي انكم تتصلوا بنا، وان شاء الله هنايا كنشوفو معمرين الدار اذا بغيتو تاخدوها هكا كامله كيف ما شفتوها لا فيديو. الكوزينه ديالها عاودها هي كتبقى هنايا وحدها بيت النعاس الثاني اللي كيف ما كتشوفو معانا، البيوت فيها كبارين، المساحه ديالها معتبره كامله مزلجه حتى النص، والبيوت ديالها كبار، وحتى الصيلان فيها تقريبا شي جوج اولا ثلاثه ديال الصالونات، المساحه كافيه للاستغلال، كافيه للعائله الكبيره، حتى اذا بغيتو كنتو من الناس المقيمين بالخارج وبغيتو تجيو وتجيو العائله ديالكم، راه كتبقى دار مستقله قريبه لوسط المدينه بزاف، ودار كبيره كنهضروا على 100 متر في السفلي اللي كيف ما كتشوفوا كامل الصالونات وكامل بيوت النعاس، يعني اجي مرحبا بك انت وعائلتك، مرحبا بكم في طنجه. هذه الدار المستقله اللي فيها 100 متر في السفلي و100 متر في الايطاج الاولاني اللي مبني فيه غير نص سكنه، فيه جوج بيوت النعاس وفيه الحمام وما تبقى سطح، جات في الطلعه ديال الجراري قريبه الجامع الاربعين. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش هذا الموقع هذا فين جا، جا قريب لكم سينما طارق، رومبوان سينما طارق، قريب لكم رومبوان ديال دار التونسي، قريب لكم دريسيه، قريب لكم بني مكاده، قريب لكم حتى الجامع الاربعين، يعني موطع اللي فيه المرافق العموميه والخصوصيه كلشي هذاكم، يعني حتى المدارس وليداتكم يمشيو غير على رجليهم للمدرسه. هاد الدار المستقله هذه اللي كيف ما قلت لكم فيها 100 متر في كل ايطاج، الثمن ديالها 87 مليون فقط. ايوا كيف جاتكم همزه ولا ماشي همزه؟ يعني بهذا الثمن راك غادي تشري غير ابارتمون في سونتر فيل، ما غاديش تشري دار مستقله بالايطاج السفلي والايطاج الاولاني. الثمن ديالها بالدرهم 870 الف درهم مغربي، بالنسبه للناس اللي كتبغي تبدل العمله ديالها. عجبتكم؟ ساهله، تواصلوا معنا في هاد الارقام اللي كاينين في اعلى الشاشه، عطيونا الرقم الريفيرونس اللي كاين في اعلى الشاشه باش كنجيب لكم تفيزيتيوها. تواصلوا معنا وان شاء الله ما يكون غير خير. وبالنسبه للناس اللي كيقلبوا على الحصري والجديد وباش ما تفوت لكم حتى شي همزه، راه كتخصص تحت الطلب ديالكم لاباج انستغرام، غتلقاو كابتيغ ديكون ديالنا هنايا، دخلوا تابوناو معنا، فعلوا الجرس باش كيبقى يوصلكم ديما الجديد وديما الحصري، وما تفلت لكم حتى شي همزه. راه كاينين دي زابارتمون نتوما كتكونوا موصلين عليهم، كنجيبوهم لكم وكنحطوهم تما الاول، كنحطو مقاطع، يمكن لكم من خلال دوك المقاطع تواصلوا معنا وتكون انت اول واحد كتشوف لابارتمون قبل ما يطيروا بها. فانتوما غير تابوناو معنا وفعلوا الجرس باش ما تفلت لكم حتى شي همزه. خوتي خواتاتي، الله يسهل عليكم كاملين يا ربي، حتى تعملوا الديور ديالكم ويفتح لكم بيبان الرزق ويسهل
ليكم في اللي كتمناو يا ربي، وقولوا امين ونهاركم مبروك.